مع أهالي التجمعات البدوية في منطقة الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، ودعما لصمودهم في ظل مخططات الاحتلال الرامية إلى تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم. نظمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مهرجان البقاء والصمود بمشاركة مسؤولين أمميين. رسالتنا هو أن يعلم الاحتلال مخاطر الجريمة التي سيرتكبها بعد 25/4 إذا ما قررت محكمة الاحتلال هدم هذا التجمع وهدم هذه المدرسة. هذه المجزرة التي سيرتكبها بحق هذه المنازل وهذه المدرسة بكل تأكيد سيتم مواجهتها لدى الفلسطينيين. خطتهم الكاملة لإعادة بناء التجمع، لن يرحل أي مواطن فلسطيني من هنا. خطة التهجير وخطة التهجير انتهت من عقلية الشعب الفلسطيني. وقفة تضامن مع هذا التجمع البدوي اللي يقاوم هذا الاحتلال منذ فترة طويلة، وبالذات هذه المدرسة اللي بنيت في عام 2009 وحتى الآن ونحن نواجه الحفاظ عليها في معارك قانونية لدى الاحتلال دون أن تنتهي هذه القضية. المشاركون في المهرجان أكدوا رفضهم القاطع لسياسة الترحيل القسري التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية، حيث تعتبر مباني التجمع والمدرسة مهددة بالهدم من قبل الاحتلال في انتظار قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية في 25 من الشهر الحالي، والذي بموجبه سيحدد مصير المباني والمدرسة الوحيدة هناك التي تخدم ما يقارب 170 طالبا من هذا التجمع وأربعة تجمعات أخرى في المنطقة. حرب قانونية جرى التجمعات البدوية للمحكمة العدل، ما يسمى محكمة العدل العليا، وهي القاضي مستوطن والدعاء مستوطن والقانون قانون الاحتلال. ب 25 الشهر هي المحكمة الأخيرة. اللي خلف هاي المحكمة هم اثنين، ليبرمان ونتنياهو، لأنه ليبرمان أوعد المستوطنين ما قبل سنة أنه سيهدم المدرسة ويهدم التجمع. ويعتبر هذا التجمع واحدا من 46 تجمعا بدويا في وسط الضفة الغربية، ويتواجد 18 من هذه التجمعات بما فيها الخان الأحمر في المنطقة المخصصة التي ينفذ فيها الاحتلال مخطط إيوان الاستيطاني الهادف إلى ربط المباني في مستوطنة معالي أدوميم والقدس الشرقية. تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى دعم صمود المواطنين وبقائهم هنا على أرضهم، وذلك في ظل سياسة إسرائيلية تهدف للنيل من صمودهم والاستيلاء على أراضيهم. من تجمع الخان الأحمر شرق العاصمة المحتلة، حنين الحلو، تلفزيون فلسطين.